سونا بيجو. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله والشكر لله. عافاني جيتي تصوريني ولا تصوري بلاتك؟ جيت اختي نشوف هذا الخير. انا كنتفائل بهذا الالوان والاحجار وداكشي غزال ما شاء الله. هذه بعدا جلابيتك، نقولوا راه جلابيه ديال فاطمه، شوفوا كبيره بزاف جات كتحبك. جات معك تبارك الله، صلى على النبي بصحة وراحة. الله يطول ديالي، بارك الله فيك، صحة وراحة. تبارك الله عليك، ما عندي ما نقول. بون، نهضروا شوية على الدبلون تاع مرجوهر. الدبلون تاع مرجوهر. الدبلون تاع مرجوهر بأنواعه المختلفة، غير باش نوضح واحد الحاجة، الناس اللي كيعيطوا لي في التليفون تيقولوا لي بغيت واحد الموديل معين من كوليي أولا من طجة أولا، يعني داكشي اللي باغيين. راه كل اكسسوار ديال تعمار الجوهر والطريقه ديالو في الخدمه. مثلا كيعزلوا ليا شي اكسسوار ديال تعمار الجوهر بحال هذا، كيصوروه كيصيفطوه لي يا عندي يا عند شي حد اخر، تيقولوا لي كيجيبوا لي موديل اخر نخدموا ليهم، ولكن هذاك الموديل ما يمكنناش نخدموه باكسسوار ديال تعمار الجوهر ديال موديل اخر. صحيح. كل موديل عنده الطريقه الخاصه بالخدمه ديالو، يا ريت يكون هذا الشيء واضح، لان شحال من وحده كتسولني وكذا وما كنقدرش نجاوب كل شيء. درت هذا الفيديو باش نبين على ان كل اكسسوار ديال تعمار الجوهر راه عنده طريقه خاصه ديال تعمار الجوهر. ودابا انا نيت كنت كندير كنخدم على واحد الموديلات ديال تعمار الجوهر مع الجار، هذا ديال واحد السيده غادي نبدلو لها، وهذا الجوهر الحر الرقيق غادي نخدمو باشكال مختلفه من دبلون تعمار الجوهر، اولا غادي نعمر دبلون تعمار الجوهر بهذا الجوهر هذا. تبارك الله. يعني كل واحد على حده كيجي على الشكل الجوهر اللي يناسبو ديالو، فوالا الطريقه اللي تناسبو. تبارك الله ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، التوفيق والمزيد من العطاء ان شاء الله. بارك الله عليك اختي.